أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت طلبت منكم تعاودوا ترتلوا سورة الكوثر وتحفظوها، والآن غنشوفوا أحد المستفيدين يستظهر السورة. تفضل إلياس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. نعم إلياس، أعيد الآية الأخيرة. إن شانئك هو الأبتر. مرة أخرى أعيد. إن شانئك هو الأبتر. نعم تبارك الله عليك، شانئك ما فيهاش المد طويل، كنقراوها إن شانئك شانئك. تبارك الله عليك إلياس. والآن غندوزو لاستماع لقراءة السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والآن نعود لقراءة السورة ونشوف عائشة، ممكن تقرأ لنا السورة مرة ثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. انتبه عائشة، الكوثر حرف الثاء. الكوثر. نعم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. تبارك الله عليك. إذن أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، كنا تعرفنا في الدرس السابق على الطهارة المائية، وتتسمى طهارة مائية حيث نستعمل فيه الماء، وهي ضرورية للصلاة. وهذا القسم من الطهارة اللي كنا تعرفنا عليه من قبل تتسمى الطهارة الصغرى، واللي هو الوضوء، وتتعلق فقط ببعض أعضاء الجسم. وكاين نوع آخر من الطهارة المائية تتسمى الطهارة الكبرى، وتتعلق بجميع أعضاء الجسم. واش عرفتوا هذا النوع من الطهارة المائية؟ نعم ملكة. الغسل. نعم، الغسل هو تعميم الماء على الجسد ديالنا كامل بنية رفع الحدث الأكبر. نشوفوا التعريف على الشاشة. إذن الغسل طهارة مائية تتم بتعميم الجسد بالماء الطاهر بنية رفع الحدث الأكبر. أعيد التعريف مرة ثانية، الغسل طهارة مائية تتم بتعميم الجسد بالماء الطاهر بنية رفع الحدث الأكبر. وهذا كيف ما كيقول الله تبارك وتعالى، وإن كنتم جنبا فاطهروا. أعيد وتعودوا من مرايا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. تفضلوا. وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم تبارك الله عليكم. الغسل أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، عنده فرائض وعنده سنن كذلك. ونبدأ الآن بالفرائض ديال الغسل. أشنا هي هاد الفرائض؟ فرائض الغسل هي خمسة. أولها النية. إذن النية، والنية تتكون في بداية الغسل، وتنوي بالقلب ديالنا رفع الحدث الأكبر باش نتمكنوا من أداء العبادات. والفرض الثاني هو الموالاة. وشنو تنعنيو بالموالاة؟ نعم الموالاة أننا نديروا الغسل مرة واحدة، يعني ما نتوقفوش وقت طويل وما نحبسوش حتى نكملوا عملية الغسل. أما الفرض الثالث فهو الدلك. والدلك معناه خديجة، شنو المعنى ديال الدلك؟ ندوزوا يدينا على سائر الجسد. نعم تبارك الله عليك. والدلك تيكون إما باليد ديالنا أو بشي خرقة،
تتكون ملي نصبوا الماء على اعضاء الجسد ديالنا. وكاين ايضا فريضه اخرى اللي هي الماء على راسنا كنخلوه بالاصابع ديالنا حتى كنوصلوا للجلد ديال شعرنا. مزيان، حتى كيوصل الماء للجلد ديالنا. اذا بقى لنا فرض اخير اللي هو تعميم الماء على الجسد، وتنقصد به اننا نصبوا الماء على الجسد ديالنا كاملا حتى يوصل لكل عضو من اعضاء الجسد. اذا نقراو الخلاصه ديال فرائض الغسل. نعم، اذا فرائض الغسل هي، أعيد، فرائض الغسل هي، تفضلوا، فرائض الغسل هي النية. النية مرة أخرى. النية. الموالاة. الموالاة. نعم. الدلك. الدلك. تخليل الشعر. تخليل الشعر. تعميم الماء على الجسد. تعميم الماء على الجسد. عودها. تعميم الماء على الجسد. تعميم الماء على الجسد. جيد، تبارك الله عليكم. إذا من بعد ما تعرفنا على فرائض الغسل، ننتقل الآن للتعرف على السنن ديال الغسل، ونعرفوا شحال هي هاد السنن وشنا هي هاد السنن اللي كاينه في الغسل. إذا عندنا خمسة ديال سنن الغسل، بحالهم بحال الفرائض، حتى هما خمسة، وهي أولا سنن الغسل هي، السنة الأولى غسل اليدين إلى الكوعين. إذا هذو هما الكوعين، غسل اليدين إلى الكوعين. الثانية كنديروا المضمضة. المضمضة، تذكرتوا المضمضة في الوضوء؟ يا نعم. وعندنا الاستنشاق. الاستنشاق والاستنثار. ثم مسح صماخ الأذنين. نعم، وهو الثقب اللي كاين في الأذنين، حتى هو كنمسحوه. والآن نقراو هاد السنن جميع. سنن الغسل هي، تفضلوا، سنن الغسل هي، مرة أخرى، سنن الغسل هي غسل اليدين إلى الكوعين. غسل اليدين إلى الكوعين. إلى الكوعين. إلى الكوعين. المضمضة. المضمضة. الاستنشاق. الاستنشاق. الاستنثار. الاستنثار. مسح صماخ الأذنين. مسح صماخ الأذنين. نعم، تبارك الله عليكم. وبطبيعة الحال لا بد ما نحرصوا على القيام بالغسل بالفرائض ديالو وبالسنن ديالو. إذا نقراو العبارة. أحرصوا على أداء الغسل بفرائضه وسننه. أعيد وأنتم ما ترددوا من بعدي. أحرصوا على، أحرص على أداء الغسل، أداء الغسل بفرائضه، بفرائضه وسننه، وسننه. تبارك الله عليكم. وقبل ما ننهي أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين حلقتنا اليوم، تنطلب منكم تحفظوا سورة الكوثر وتراجعوا كل ما شفناه في الحلقات السابقة باش تمكنوا من إنجاز الأنشطة التقويمية. وباش تنميوا المعارف ديالكم غنكلفكم بالبحث عن موجبات الغسل، يعني وقتاش كيوجب علينا الغسل، غنتدارسوها في الحلقة المقبلة إن شاء الله. وصلنا لنهاية حصة مادة التربية الإسلامية، انتقلوا لمادة الحساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.